أنا خلقت بعائلة صغيرة مؤلفة من بي وأم وأختي عليا وخي علي. ثلاثتنا ربينا بالحرب. أنا كنت الأكبر عمري 8 سنين لما بلشت حرب 75. أمي نموذج مش كتير عادي. مرأة كتير مثقفة كتير ملتزمة أو كتير مارست قناعاتها على الأرض. يعني كانت قدامنا بكل مظاهرة. كانت كل موضوع سياسي بتفوت فيه لعمقه. بتذكر ما بعرف هي كمان بتتذكر في مظاهرة الخبز بالثمانينات كنا سوا على الطريق. سوري ما بقدر احكي عن امي. طفولتي كانت عندها وجهين، طبعا الوجه الحلو اللي هي انك تعيشي بمنطقة ضاحية من ضواحي بيروت مختلطة متعددة، والوجه الثاني العنيف المؤذي اللي هي كان الحرب. علمتني الحرب التمرد، التمرد على الواقع الصعب، بس كمان علمتني العناد لتحسين الظروف. أنا اتطوعت بمؤسسة كمان غير حكومية والتزمت فيها واشتغلت فيها سنين، مساعدة الناس المحتاجة، حتى يكون عندنا بروجرامات خصوصي للمرأة اللي هي كانت عم بتعاني بشكل خاص من أثار الحرب. في فولنتري أمنيزيا على بعض لحظات الحرب، في وجوه بتختفي من حياتي. كنت بالمدرسة أحب كتير الرياضة والموسيقى والرسم، وبالجامعة كان عندي شغف فظيع بالفنون الإيطالية، تركيز، احترام قوة الخصم، الانضباط، التمرين والمثابرة، وكتير استعملت هالقيم بحياتي وكتير فادوني. كوني كنت بنت شاطرة قررت كمان روح على التعليم النوعي، ومشان هيك رحت صوب اقتصاد التنمية. وباقتصاد التنمية تعمقت أكثر بإدارة مشاريع التنمية بالأبحاث والشغل على الأرض. لا ما فت بالسياسة لأنه كانت السياسة ميليشيات وعنف، وما كان بقى في مبادئ مثل ما نحن ربينا عليها. شكلنا أول تكتل، عمل أول NGO بيئية ناشطة على الأرض اسمها جرين لاين. اشتغلت كباحثة اقتصادية، اشتغلت كتير بالدراسات اللي حضرت للبنان المستقبل، ومنها انتقلت بعد فترة للشغل بمشروع للأمم المتحدة الإنمائي، وبعدين بقلب منظومة الأمم المتحدة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالأسكوا. فكل سنتين تقريباً كنت لاقي حالي عم بروح من مجال لمجال. بسنة 2000 عملت خيار كتير أساسي وكانت تقريباً جنوني، واحد ينتقل من الأسكوا للشغل بالمعهد المالي، معهد باسل فليحان، وشغلنا بيتناول التدريب، الأبحاث، التوثيق، العمل مع المجتمع ومع القطاع الخاص لتحسين منظومة إدارة المال العام اللي هو مال المواطن. اصطدمت بالتمييز، التمييز الجندري والتمييز الطائفي، بس ما عشتهم وطردتهم من حياتي ذهنياً وعملياً. بالأول هو الاستثمار بالبشر والتنقية، الكفاءة والجدارة. تعرفت على جوزي بلقاء للأشخاص اللي بيشتغلوا بالزراعة وبيحبوا كمان الطبيعة والبيئة، معهم بتشارك الشغف، كمان الشغف بالطبيعة، الشغف بالموسيقى، الشغف بالحياة الحلوة. عندي بنتين 14 و10. بحس إن أولادي بيشوفوني مرات بعيون العتب لما بوصل مأخرة، لما بيكون بدهم شيء ما بقدر لبي لهم إياه، بس بحس كمان إنه بيشوفوني كتير بعين الاعتزاز. لميا عندها طاقة غير محدودة بكل شيء. حبيبة قلبي، أم ممتازة، أم من الطراز الأول. بقول تكون مع أولادها مثل ما أنا معها. بخاف لما ما يعود في مبادئ تتهاوى، لما كمان معاني الوطن تختلط بمعاني الأديان والمذهبيات، وبخاف إني أعيش بهذا الخوف، مشان هيك بضلني أمشي كل الوقت. بحس إنه اللي بيجمعني أنا ولميا أول شيء الفكر المدني، يعني العلماني،
الصدق والإخلاص بالعلاقات، دعم المتبادل، وبيجمعنا هالفكر إنه ما لازم يكون في كتير ظلم ولازم يكون في عدالة أكتر بالمجتمع. كل شخص ممكن تساعده إنه يحقق اللي هو براسه بالنسبة لي هو انتصار كتير كبير. كرمتني فرنسا مرتين، أول مرة بوسام الاستحقاق الفرنسي من رتبة فارس بال 2004، وبعد 10 سنين بوسام الشرف دولياً عينت من الأمين العام للأمم المتحدة بلجنة الخبراء للإدارة العامة، وهي لجنة مؤلفة من خبراء دوليين بيشتغلوا على مواضيع تحديث الدولة. حلمي إنه الجيل الجديد يحب بلده، يروح ويجي ويروح ويجي ويرجع يعمله ويشارك بصناعته على الصورة اللي هو بده إياها.